واحد من أبرز النجوم العرب، مما لا شك فيه هو نجم معروف على المستوى العالمي، وهو النجم العربي المغربي سعد المجرد. أهلا بك يا سعد. مساء النور يا حبيبي. مساء النور، نور مساء الفل عليك، إزيك؟ حبيبي الحمد عامل لله، إيه؟ وانت ازيك يا حبيبي؟ كله الحمد لله تمام؟ كله تمام، الحمد لله. ربنا أنت يخليك، نزلت ربنا أغنية يخليك يا أنت حبيبي. حياتي مع كليمة ومكسرة الدنيا، وقبلها نزل مع صابر الرباعي ورضوان وبرضه مكسرة الدنيا، وقبلها الحمد مع لله. محمد رمضان إنساي وبرضه مكسرة الدنيا. إيه حكاية تكسير الدنيا معاك يا سعد؟ ما شاء الله الأول بس. حبكم هو اللي مخليني يعني اوصل لكل حاجة بوصلها لغاية دلوقتي، هو حبكم انتو. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا ربنا دايما يعني يزيدك من محبة الناس اللهم امين. وتستمر شعبيتك في الصعود. أنا هستأذنك قبل ما نكمل كلامنا إن احنا نسمع المصريين جزء من الأغنية ونفرجهم على جزء من الأغنية، وبعدين نرجع نكمل الكلام. الأغنية حلوة مفيش كلام، نرجع مرة تانية نجدد الترحيب بسعد المجرد. إزيك مرة تانية؟ يا حبيبي ربنا يخليك، تعال نقعد بذوقك نحكي والله. شوية. ثانك يو حبيبي أشكرك سعد، يعني حبيبي. أنت سنين بتغني وعندك مشوار طويل جدا تكافح فيه إلى أن وصلت، محدش يقدر ينكر، إلى عالمية، صح الكلام؟ والله أنا لسه، بالنسبة لي لسه ابتديت، بالنسبة لي أنا يعني. لسه. طيب قول لي لسه عايز توصل لفين؟ صراحة عاوز أوصل الأغنية العربية بصفة عامة أكتر، more لكل بلدان العالم، فعلا، لحتى تشاينا اليابان، لكل بلدان العالم بمعنى الكلمة. يس، إنه أغنية المعلم بيعرفوها في نقوله في الهند، في باكستان بيعرفوها مثلا، ايوه نقول أنا إكزامبل. ايوه بس لا، احنا عاوزين اكتر، مور، عاوزينهم يحفظوا. كم احنا بنحفظ انجليزي، عاوزينهم يحفظوا كمان عربي. احنا عاوزين كده، احنا عاوزين اكتر. طيب انا فبس ده هو يعني الهدف. انا بشوف انه مثلا اغاني سعد المجرد مش هقول لك كلها، لكن في عندنا اربع خمس اغنيات بيتلعبوا في الكلابس في امريكا وفي اوروبا، اسبانيا بطبيعه الحال، بيتلعبوا فعلا في اسيا، بيتلعبوا في الشرق الاوسط. بشوف ده تحديدا كمان بالتاكيد عند عمرو دياب، اسمع اغانيه في امريكا، اسمع اغانيه في كلابس كمان في اوروبا الى اخره، وده حاجة بتبقى بتبهجني وتسعدني، زي ما بسمع أغاني الشاب خالد إلخ إلخ. فعلى ما يبدو في مجموعة من المطربين والنجوم العرب، صحيح الغالبية يا بختكم من شمال إفريقيا هم أكثر وصولا إلى أوروبا، ف يا أخي بحقد عليكم مش كده؟ لا بس مش حقد ولا حاجة، لا والله بالعكس، أصل أنا أحب الشاب خالد، هو عارف يعني هو حبيبي، فهو وأنا بيك فان من ساعة ما أنا كنت وقتها وانا بقى صغير كمان، يعني. ف بحب شاب خالد، وبحب الهضبة طبعا، طبعا بحب طبعا طبعا. عمرو دياب بحبه. لكن ايه هي مواصفات النجم العالمي يا سعد من وجهة نظرك؟ يتحلى بايه؟ ايه صفاته؟ يعمل ايه؟ لازم يكون ذكي اول حاجة، قبل ما يكون، يعني ممكن يكون يعرف يغني، وممكن يكون، بس لازم يكون يعرف يختار، لازم يكون يعرف يحافظ على نفس الليفل اللي خلاها قبل كده يعني، ويخلي نفس التيم اللي نجح معاه ما يتخلاش عليه، حلو. يعني نفس التيم اللي نجح معايا ما تخلاش عليه، بالعكس أضمهم عندي، خليهم معايا. فيكون بس في مجموعة حاجات لازم تفضل كده، والذكاء، أهم حاجة. في اللي عنده صوت أحسن مني أنا بكتير، بيعرف يغني أحسن مني بكتير، وعنده عرب، لا يا الله على العرب، يا الله، لكن ما فيش حسن الاختيار، وما فيش تيم حلو. بس وفي كمان شوية حظ يعني، بكون معك صريح يعني، شوية حظ كمان في مصر في كده يعني. نقول في حاجة اسمها القبول، يعني فلان ممكن يبقى عنده الموهبة والقدرات وكل حاجة بس ما فيش قبول. سبحان الله، سبحان الله، في كمان كده، وي طبعا، طيب القبول من عند الله، من عند يا الله، من عند ربنا. يا ميسر الأحوال. طيب بعد 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 انت حياتي مع كليمة، كان لسه احنا كنت لسه بقول لك احنا ما فيش من اسبوعين ثلاثة كان في الأغنية بتاعتك انت وصابر ورضوان، ايه المشروع نعم. الجاي يا سعد؟
المشروع الجاي I think، والله أنا دلوقتي عندي 3 4 أغاني وكل واحدة بلهجة معينة، فأنا عاوز كده أخش على الإسباني وأخش على الإنجليزي شوية كده، أخش على أغنية من أولها لآخرها بلغة كلها معينة من أولها لآخرها، مش عربي إنجليزي، مش عاوز أجرب وأشوف تخش يعني. اسباني من اولها لحد الاخر. أجرب، أنا بحب الأدفنتشرز، بحب المغامرات دايما، بس بحب المغامرات يعني وآخد رأي الناس اللي بروفيشنال في المجال ده، في حلو. المجال الإسباني، في المجال مثلا يعني بقول بس اكزامبلز. فإن شاء الله في كذا حاجة، وعاوز أرجع وأتكلم بعد إذنك يعني عن أغنية السهرة صباحي بتاعتي أنا أستاذ صابر رباعي والنجم العالمي كمان رضوان. أنا كان لي الشرف إنه تعاملت مع الفنانين دول وعاوز أشكرهم، لأنه الأغنية كان ما بينها وبين أغنية أنت حياتي فترة قصيرة، فممكن يعني ممكن يعني ما أخذتش حقها كتير في ممكن في السوشيال ميديا أو في كذا. فبالعكس أنا عاوز أقول من خلال الاستضافة ده إنه أنا فخور بالعمل ده، وفخور إنه تعاملت مع الأستاذ صابر الرباعي ومع رضوان. هو الحقيقة احنا كنا بنكلمه من 3 أسابيع بالظبط، وكان هو كمان بيبدي سعادته وفخره الشديد بالعمل معاكم الحقيقة، يعني انت ورضوان، وهو أبدى محبة حقيقية تجاهك يعني. يا حبيبي هذا أستاذي واستفدت منه الكثير، هو من الأساتذة اللي استفدت منهم كتير في الغناء وفي يعني حاجات كتير طبعا. طيب أنا هقول لك على حاجة، أنا سألت الأستاذ صابر الرباعي لما كنا على التليفون عنك، وبالمناسبة أنت ليك مطلق الحرية في إنك تكمل الكلام أو تقولي مش عاوز أتكلم في الموضوع ده يا يوسف. قلت له سعد يثير الجدل في حاجات كتير، فقال لي شوف أنا بحبه وبثق فيه وبحترم فنه جدا. أنا عشان كده أنا قلت لك لو عاوز تكمل الكلام في القصة دي قول لي أوكي نكمل، أو قولي لا مش عاوز أكمل في القصة دي. في جدل كتير يا سعد، أنت فاهمني أنا بقصد بتكلم على إيه، والجدل ده خلى إنه كان هيبقى في حفلة السنة اللي فاتت وما تمتش. عايز نكمل ولا لأ؟ والله كمل. الموضوع باين يعني احنا لازم يعني كجمهور بصفة عامة. أنا بالنسبة لي مثلا أنا بحب حد، بحب فنان معين، حلو، بحب أوكي بحب فنه، حياته الشخصية حاجة وحياته الفنية وفنه ما دام بيعمل مجهود وبيقنعني فنيا خليني من حياته الشخصية. فأنا لو اخترت إني أتدخل في حياته الشخصية كمان ده يعني ده اختياري، بس يعني أنا بقول إنه أحسن لو بتحب فنان خليك مع فنه وانسى حياته الشخصية، لأنه أنت مش هتحب أصلا حد يتدخل في حياتك الشخصية. صحيح، لو بتشتغل كويس وشغلك ما تكون وبتعمله بإتقان خلاص مش لكن يعني. انت عارف يعني انا بكلمك من قلبي، انت عارف انه الفنانين الكبار حتى الصحفيين الكبار السياسيين الكبار جانب كبير من حياتهم الشخصيه هيبقى معروض امام الجماهير، هيبقى معروض امام المجتمعات، امام الشعوب، هيعلقوا على ده بالسلب وهيعلقوا على ده بالايجاب. الامور دي زي ما كنت بقول هي اللي خلت انه كان في حفله، انا بحب اغانيك بالمناسبه جدا، كان في حفلة هتتعمل والله بكلمك بجد، والحفلة وقفت بسبب هاشتاج، بسبب جدل، بسبب حدوتة، ممكن تبقى صح ممكن تبقى غلط، انت اكيد هتقولي الحدوتة غلط، مش هنختلف في النقطة دي، بس مش شايف انه يجب انك تحسم هذا الموضوع بحيث انه جماهيرك في اي مكان ما يحتاجوش ساعتها انه يبقى فيه هاشتاج سلبي او انه يحرموا من حفلة الى اخره يعني؟
لا لا، ما فيش حاجة من الحاجات دي اللي بتتداول على الهاشتاجات وعلى الانترنت وانستغرام، وابشر الجمهور، والجمهور حبيبي الجمهور المصري اولا ابشره انه في حفلات جاية باذن الله في مصر، وحاجة ان شاء الله وحغني وحنغني مع بعض، there is no problem. فدي بس كانت موجة وحاجة بسيطة وأنا نسيتها زمان وقلبنا الصفحة زي ما بيقولوا خلاص، يعني في دي حاجة، وأتمنى إنه نوقف حكي على الموضوع هذا ونمر على حاجة تانية دلوقتي. يلا بينا نمر على حاجة تانية. قول لي الحفلات الجاية تبقى على إمتى كده؟ على موسم، هنلحق موسم الصيف ولا على العام الجديد بإذن الله؟ العام الجديد بإذن الله إن شاء الله، عبال ما أنا بجهز ألبوم. حلو. أوكي؟ أنا بجهز ألبوم. هيبقى اسمه إيه؟ أنا من 2012 انا عملت البوم من 2012، وما عملتش البوم بعد كده، عملت سينجلز بالظبط. سينجلز بس، انت بغي واحد، وبعدها المعلم، وبعدها مال حبيبي، بعدها غلطانه، بعدها كل السينجلز اللي معروفين في العالم العربي كلهم سينجلز، وما عملتش البومات. فدلوقتي هرجع اعمل تاني البوم عندي، فبنجهز دلوقتي ومشغولين انا والتيم في تجهيز الالبوم ان شاء الله. طب ليه البوم يا سعد؟ يعني انا خدت بالي انه الموضه اليومين دول انه المطربين بينزلوا سينجلز، محدش بقى بينزل البوم، يعني يقول لك كده اسهل واحسن واقتصاديا افضل. والله انا الموضه مش يعني بشوف حالي ولا حاجه، لا الموضه دي يعني انا اكتشفتها لما عملت الألبوم الأول. أيوة. لما عملت الألبوم الأول اكتشفت إنه في تعب كتير، وفي أغاني بتضيع كده في وسط الألبوم، بتضيع وما بتاخدش حقها، لأنه في 15 أغنية وفي أغنية بتضيع هنا فاكتشفت إنه في 2012 أعمل أغنية وأركز على البروموشن تبعها والكليب بتاعها، أركز عليها أز هيت هي لوحدها عشان تكون هيت. فسعد المجرد يقول انا اللي بدات الموضه دي وانا اللي هلغيها تاني. لا 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 لا, 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 لا. انا ما عنديش، لا انا ما عنديش انا ما فيش، بس انا بقول انه يعني الموضوع ده انا يعني نقول انه اكتشفته زمان، اكتشفت انه السنجل بالنسبه لي احسن. أوكي. وافضل واسهل، بس دلوقتي قلت انا يعني التيم بتاعي، وان شاء الله في شركه كبيره إن شاء لما الله. نتفق ويكون في حاجه كونفيرمد وكل الاوراق ممضيه وكل حاجه، هصرح باسم الشركه. حلو. وهنقول ان شاء الله انه الالبوم، لانه هم اللي طالبين الالبوم، فعشان كده. وفي اغاني كتيره بس كده مخبيها، مثل الاسبانيه، مثل اللي قلت لك عليهم. حلو قوي. بس حبيبي خلاص، يبقى انا كده حاجز ان انا هبقى صاحب اول تصريح منك على اسم الالبوم، اسم الشركه، والاغنيه اللي هتنزل بالاسباني. من عينيا انا حاجز يا اهو، من عينيا، انا حاجز. من عينيا. تسلم عليك، تسلم عليك. اشكرك يا جدا، حبيبي ربنا اشكرك يخليك. جدا 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 جدا، نجمنا العربي والمغربي والنجم العالمي سعد المجرد. نقدر نقول انه سعد المجرد ادالنا النهارده تصريحين مهمين جدا. اول حاجه، لو سمحتوا ابعدوا عن حياتي دول ثلاثة، ابعدوا عن حياتي الشخصية. تاني حاجة، لا صحة لما أشيع. تالت حاجة، أنا جاي أعمل حفلات في مصر إن شاء الله على السنة الجديدة. رابع حاجة، ده خمس تصريحات. رابع حاجة، هنزل بأغنية أسباني من أولها لحد آخرها. خامس حاجة، أنا بحضر لألبوم. أما السادس، بدأت الموضة بتاعة السينجلز ودلوقتي هرجع تاني للألبومات. والله برافو عليا، مذيع شاطر أنا برضه.